أنا عايز أتكلم النهاردة مع حضراتكم عن القصر وإمكانية الخروج من القصر. في مزمور 8 بيقول داود الملك: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. داود الملك من الشخصيات المهمة في تاريخ اليهودية والمسيحية. داود الملك هذا الفتى الصغير الذي كسر الجبار. الجبار عمل زلزال وخوف وقلق شديد جدا لشعب الله في ذلك الوقت، وكان كل من يخرج لمقاومته يقتله جولياط الجبار. ولكن داود هذا الفتى الشاب الذي استطاع أن يكسره صار ملكا وملكا عظيما، وبنى قصورا وقصرا. وداود في القصر، وفي يوم من الأيام على سطح القصر، على قمة القصر، يأخذ امرأة ليست له ويقتل، وبذلك يرتكب عدد من الخطايا القاتلة والمؤثرة والمزلزلة. القصر له بريقه، وسطح القصر له بريقه أيضا. وزي ما داود في القصر، عدد كبير مننا في قصور يصنعها بنفسه، يصنعها العالم له، يصنعها الآخرين له. الملك بعد هذا الزلزال الروحي العنيف، بعد البكاء والتوبة، يخرج برا قصره ويصرخ هذه الصرخة: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. القصور مرات إحنا بنصنعها كما أشرت. عاموس النبي بيتكلم عن الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، وكأن الظلم والاغتصاب ذهب وفضة وكنوز تخزن في القصور. القصور مرات كثيرة تكون سجنا كبيرا. في قصور احنا جواها مش قادرين نخرج منها، ومش هنقدر نشوف اللي شافه داود الملك ان ما كانش عندنا قدرة ورغبة حقيقية في الخروج من القصر. انا معرفش نوعية القصر اللي موجودة لكل واحد واحدة مننا. قد تكون مرتبطة بالأموال، قد تكون مرتبطة بنظرات شريرة، قد تكون مرتبطة بأخذ ما ليس له أو ما ليس لك، قد تكون مرتبطة بأفعال من الشر والخطية المدمرة. ولكن لن تستطيع أن ترى ما رآه داود الملك إلا إذا خرجت من القصر، إلا إذا رفعت عينيك إلى السماء وقلت له: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. أنا بدعو النهاردة كل إخوتي وأخواتي، القصور لها بريق، القصور لها انجذاب خاص، ولكنها في مرات كثيرة تكون سجنا كبيرا. في مرات كثيرة تحرمنا من هذا التلاقي مع الحضور الإلهي، من هذه الخبرة التي نستطيع أن نرى فيها أبعد بكثير من تلك السجون التي أحاطت بنا. أنها دعوة للحرية، أنها دعوة مرة أخرى للنظر إلى يسوع المسيح، ذاك الذي يستطيع أن يأخذنا برا تلك القصور التي بنيناها أو بناها الآخرين لنا، لنرى مجده ونرى شخصه ونصرخ له: نعم أنت سيدنا، أنت مليكنا، أنت ربنا، من الآن وللأبد إننا لك ولغيرك لن نكون.